طيب استسمح حضرتك لانه معانا الحقيقه شخصيه مهمه جدا ليها دور مهم في النهوض بهذا المحصول، وانا عارف ده كويس جدا. السيد المهندس وليد بي السعدني، رئيس الجمعيه العامه لمنتجي القطن ورئيس لجنه تجاره القطن بالداخل. برحب بحضرتك يا وليد بي. اهلا وسهلا معالي الدكتور العظيم المحترم. حضرتك وحشني والله. والله انت اكثر يا فندم، وربنا يوفقك يا رب، ودايما انت بتحمل رساله اعلاميه قوية لكل اللي بتتكلم فيه. والله يا دكتور ربنا يحفظك. أنا الحقيقة النهاردة فتحت ملف القطن، أيوة. وأنا عارف الحقيقة اللي حصل لهذا المحصول في السنوات السابقة، ويمكن أنا عصرت معاكم فترة من الوقت في من الإعلام. ربنا يحفظك، وعاشرت فعلا ظروف تدهور وبداية النهوض بهذا المحصول مرة أخرى. لكن بعد بداية النهوض حصل انتكاسة. يعني أنا عاوز أعرف رأي حضرتك في القضية دي يا وليد بيه. بص يا فندم، أنا بداية إحنا القطن بيمثل ماضي وحاضر ومستقبل إن شاء الرحمن الرحيم. طبعا مصر ربنا حباها بأجواء وبظروف بيئية بتنتج أجود أنواع القطن على مستوى العالم. طبعا القطن في ماضيه كان هو يعني العمود الفقري للاقتصاد. الاقتصاد المصري اتعامل بيه من تاريخ دخوله نهضة مصر الحديثة اللي تبناها محمد علي. تمام. اشتغلنا، اتعملت محالب، اتعمل مغازل، طلعت حرب، بدأ الاقتصاد المصري ينمو من خلال صناعة القطن أو صناعة الغزل والنسيج أو زراعة وصناعة. وصلنا ان احنا كان كل ده تحت رايه الدوله وتحت رايه الحكومه، ان الجنيه كان باكثر من 5 دولار الجنيه المصري، ان احنا كنا دائمين لخزانه المملكه البريطانيه، كنا في حاله انتعاش. تمام. في لغايه 94 كان التسويق تعاوني، وكانت الدوله هي اللي بترعى المنتج وبترعى المحصول، وكان عندنا صناعات اقمشه من اجود انواع الاقمشه. طبعا. وكان لنا سمعه عالميه سواء في الزراعه سواء في الصناعه. بصدور القرار او القانون التجاره الحره اللي هو قانون 210 لسنه 94. القانون في حد ذاته جميل جدا، لكن بدات في خلل في التطبيق. زي ما ضيف حضرتك الكريم قال ان بدا امور الخلط، وبدانا نزرع اكثر من صنف، وبدا رغم صدور قرارات وزاريه منظمه للمحالج لكل صنف، ورغم صدور قرارات وزاريه محدده لان لكل صنف بيتزرع في منطقه ايه، يعني الاصناف الطويله وفائقه الطول والاصناف المتوسطه، كل ده كان بيتم تحديده من قبل الدوله. تضارب الاسعار والاصناف مع بعضها ادى الى فيه شريحه مجتمعيه في مجتمع القطن بدات تخلط وبدات تعمل، وبدا يحصل تدهور في القطن المصري حتى 2014. انهار القطن بعد ما كان متوسط الانتاجيه نزل لثلاث اناطير او اربع اناطير على الاقل، بقى عبء على الدوله، عبء على الفلاح، عبء على الدوله كل يوم وفقدنا سمعتنا العالميه في صناعة القطن. انتبه الرئيس السيسي، انتبهت الحكومة المصرية، صدر قانون 4 لسنة 2015. أيوة. اللي هو بيخص وزارة الزراعة بتسويق أقسام الإفطار. من التاريخ ده بدأ القطن يرجع تدريجيا لسابق عهد. بدأت المواصفات تتحسن، بدأ القطن ياخد مكانته العالمية من جديد، بدأ يزيد الطلب على القطن المصري بشكل كبير جدا. رجع يعني بكل اسف ان احنا ما بنعتمدش على استراتيجيات تنسيقيه ما بين كل الوزارات المعنيه عشان نسير في نفس ده موضوع ده محتاج حلقه ثانيه يا وليد بيه، يعني انه عدم التنسيق بين الوزارات وبين الجهات المختلفه. بالظبط. المهم ان احنا النهارده ان شاء الله في طريقنا. على فكره وليد بيه، انا معايا في الحلقه الدكتور ياسر المنسي وكيل معهد بحوث القطن، والدكتور وليد يحيى رئيس قسم التربيه بمعهد بحوث القطن. بص يا فندم، دول من العلماء الاجلاء. الله يخليك، ربنا يحفظك. يعني بسلم عليهم. ربنا يخليك وليد بيه. يعني من ضمن المشاكل ان النهارده الصرف على المراكز البحثيه في ادي النطاق.
محتاجين تطوير في القلب اللي بيزود تكلفه ال النهارده احنا توجهنا ان احنا نوجد مكنه جني الي للقطن المصري هنخفض 40% من تكلفه الانتاج. النهارده احنا عندنا اصناف تم استنباطها من خلال المعهد يعني متوسط انتاجيه عاليه مواصفات غذائيه عاليه بيوصل ل 10 و 12 انطار. يا فندم انا بكلم حضرتك كراجل منتج للقطن، انا عندي القطن تجاوز 10 اناطير في الفدان بالظبط بفضل الله. وشريحه كبيره جدا من الفلاحين قدرت تعمل ده، لكن اهم حاجه الالتزام بالتعليمات الفنيه. اصل في واحد يقول لك ايه ده القطن عندي مش كويس، ما هو ما التزمش زرعه في نهايه 5 لو سواء في المواعيد او العمليات الزراعيه بالزبط. لكن الاصناف اللي عندنا من اجود الاصناف على انا بقول باصر قدام حضرتك شهاده لله ان احنا على اعلى مستوى في اصناف. اكيد محتاجين نتخصص بقى، محتاجين ان احنا نجود في الجلد، ومحتاجين ان احنا نجود في الصناعه وهي الخاطره اللي هتسحب القطن مره ثانيه. ان احنا نستفيد بالقيمه المضافه للقطن المصري. القطن المصري بيتم تصديره وصناعته في الخارج يعني بيتم تصديره كخام وما بيرجعش، والمستفيد منه الصانع الاجنبي بالظبط والاقتصاد الاجنبي. اما احنا ما بنستفيدش، احنا تكلفه الانتاج عندنا تعتبر عاليه جدا، وفي نفس الوقت بيتصدر كل القطن تقريبا بنسبه يعني انا كرئيس لجنه الدخل وعندي بيانات بنسبه بتتجاوز 70% للخارج. اعتقد وليد بيه القياده السياسيه الحقيقه بدات تنتبه لهذه النقطه. ما هو ما انا عاوز اقول لحضرتك يعني لو سمعتني للنهايه، احنا انتباه الدوله والقياده السياسيه للامر ده وتحركها وتحرك الدوله بكل اجهزتها للاتجاه ده، انا متاكد ان المرحله الجايه هتكون احسن كتير جدا بالنسبه للقطاع ككل والاقتصاد المصري. لان احنا انتبهنا ان احنا زي ما صدر قانون 4 لسنه 2015 هيصدر النهارده تحرك لاستخدام الخام المصري داخل مصر ان شاء الله، بحيث ان احنا نجود صناعتنا، لان الصناعه هي القاطره اللي هتسحب الفلاح وهتجبره على ان هو يزرع بعد ارتفاع اقتصاديات القطن مره ثانيه. لان احنا لو قدرنا نستفيد بالقيمه المضافه للقطن في التصنيع، تاكد حضرتك ان احنا هنرجع لسابق عهدنا واكثر ان شاء الله. التكنولوجيا الجديده ومع الاحدث ومع مجموعه العلماء اللي موجوده في المعهد اللي بتشتغل، انا بقول لحضرتك بدون ميزانيات، بتشتغل بدون ميزانيات، القطن بيحتاج صرف كتير في التربيه، هم بيشتغلوا ميزانيات ضيقه جدا. تخيل ان ميزانيات المفروض الناس عارف والله يا باشمهندس وليد هي بتتراجع، محتاجين ان احنا نحط ايدينا استراتيجيه للقطن لمده 10 سنوات. ما يبقاش استراتيجيه افراد. النهارده لما انا قدمت طلب لوزير الزراعه السابق ان هو احنا نعمل مكنه جني الي بالتنسيق مع معهد القطن ومع الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه، ما تفهمش يعني هل هو احنا محتاجين، لا احنا محتاجين نحط ثوابت. يعني مش هنتكلم على الماضي يا باشمهندس وليد. مش هنتكلم، انا ما بتكلمش في الماضي والله. طيب بقول يعني انا بقدر، محتاجين استراتيجيه ثابته، محتاجين سياسه تسويقيه ثابته ما تكونش متردده، محتاجين مهم قوي، مهم قوي يا وليد بيه، وانا عارف ان حضرتك حاربت في الموضوع ده سياسه تسويقيه وسعريه واضحه للفلاح. واعتقد دي اهم العناصر المهمه اللي هي هيكون ليها دور في النهوض بالمحصول مره تانية. انا عاوز الفلاح قبل ما يزرع يبقى عارف هيبيع قطنه بكام، والحكومه تلتزم بتسويق هذا المحصول. ده دستورنا كده يا فندم، دستورنا اللي احنا قمنا وتوافقنا عليه ماده 29 فيه الزام للدوله بالظبط. النهارده احنا مش عاوزين نحمل الدوله اكتر من طاقتها. المفروض القطن يبقى اضافه مش عنصر أكيد. ضغط على الدوله. لا طبعا لو احسننا تدبير ليه هيبقى اضافه كبيره جدا ونهضه كبيره جدا للاقتصاد المصري زي ما كان الاول زي بالظبط كده حسن. يعني ده هيكون طبعا في تدابير ثانيه كتير جدا، احنا محتاجين تشريعات معالي الدكتور محتاجين تشريع يجرم العبث في القطن المصري. القطن المصري مستهدف ان هو يتم خلطه. النهارده لما بيحصل في دواليب خاصه القطن بيطلع الشعر الناتج بتاعها بيدخل على المغازل داخل مصر،
بدون رقابه، محتاجين رقابه هيئه التحكيم واختبارات القطر. بنطالب وزاره التجاره والصناعه باصدار قرار وزاري بمراقبه هيئه التحكيم للاقطان، لازم يكون لها شهاده ميلاد، ما تكونش مجهوله الهويه. النهارده لو حاربنا الدواليب الخاصه دي، تاكد حضرتك ان عمره ما عاد يحصل خلط في القطن المصري، لانه هو بيأثر كمان على متوسطات الانتاج بالنسبه للقطن المصري، بيظلم كتير. يعني محتاجين تشريع قوي، محتاجين ان احنا كوزاره ماليه ان احنا نعامل المتعاملين في قطاع القطن بفائده مخفضه، وبعتقد ان ده في اتجاه من الدوله ليه. واحنا بصدد في المرحله الجايه ان شاء الله من محافظ البنك المركزي مشروع بحيث ان احنا نخفف عن كاهل الفلاح ونزود اسعار ان شاء الله، لان كل ما نخفف الضغط على 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 على, على انصار القطن ان شاء الله الفلاح يكون اكثر استفاده ان شاء الله. يعني حضرتك متفائل للمرحله القادمه؟ لا، انا بقول لحضرتك متفائل جدا، وانا كمان متفائل معاك، وضيوفي متفائلين ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، وان شاء الله يكون لنا لقاء قريب باذن الله. ان شاء الله، ده شرف ليا يا باشمهندس. تحت امر حضرتك، ربنا يحفظك ان شاء الله. بشكرك جدا السيد المهندس وليد السعداني، رئيس الجمعيه العامه لمنتجي القطن ورئيس لجنه تجاره القطن بالداخل. الحقيقه الباشمهندس وليد من الشخصيات المحترمه الوطنيه من الدرجه الغيور على القطن المصري، والغيور على القطن والغيور على البلد. دي حقيقة. انا شفت قد ايه كان بيحارب هذا الرجل من اجل النهوض بهذا المحصول.